السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل تحدي كلاس بطريقة سهلة جدا، فتابعوا معايا الفيديو. تمام، اول حاجة هنحط الجولم التلجي من ناحية المنجنيك طبعا عشان يعمل كفر، وبعد كده هنحط وراه على طول البطلة الملكية. تمام، في الحتة دي طبعا انت بتتدخلش في اي حاجة. تمام، وبعد كده هنحط عندنا المينيون الخارق، هنحط الاثنين عشان يضرب المنجنيك، وبعد كده هنحط اللافة الخارقة، نحطها واحدة بس، وبعد كده هنحط بعد ما نحط اللافة هنحط الامر الكبير. طبعا ما تستعملش قدرات الامر الكبير ولا البطلة الملكية، البطلة الملكية خليها طبعا اوتوماتيك، هي اللي تعمل القدرة. زي ما احنا شايفين دلوقتي المينيون والامر الكبير بيفتحوا الطريق، وطبعا نستنى على اللافة التانية نحطها في الوقت المناسب. طبعا ما نحطهاش دلوقتي عشان ما تكسبش البرج الكهرباء من الناحية التانية. اهم حاجه نوجه جيشنا صح، وزي ما احنا شايفين اول ما برج الكهرباء اتدمر هنحط اللافه بتاعتنا. زي ما احنا شايفين دلوقتي بيفتحوا الطريق وبيخشوا من ناحيه التاون. طبعا اول ما التاون يكشف دفاعاته حط تعويذه التجميد، ونستعمل قدره الامر الكبير في الوقت المناسب. نخلي بالنا زي ما احنا شايفين، نحط تعويذه التجميد تاني برضو عشان تعمل كفر للجيش وتغطيه ليهم. زي ما احنا شايفين اول ما اللفه اتدمرت نستعمل تعويذه الامر الكبير. نخلي بالنا من وقت القدرات بتاعه الابطال بالذات، عشان برضو الهجوم ده اهم حاجه مرتبط بيه اللي هو الامر الكبير، هو سر الهجوم كله. وبعد كده هنحط الملك بتاعنا، طبعا بنحط الملك بتاعنا عشان يعمل كفر للملكه، وبعد كده الملكه على طول وراه. زي ما احنا شايفين دلوقتي هم دمروا يعتبر كده معظم المدينه، مبقاش غير حاجة صغيرة. طبعا كل الأبراج دلوقتي ظهرت لنا، واستنى برضه متستعملش تعويذة الملك ولا الملكة، نستعملها في الوقت المناسب عشان نخلي بالنا من الحكاية دي ونخلي بالنا من الوقت. تمام، ونحط الجولم التلجي عشان يعمل كفر طبعا، ويكشف يكشف الفخاخ اللي هي بتاعة التجميد عشان برضه الوقت. ونحط عندنا اتنين ساحر عند برج الكهرباء عشان الوقت، عشان يعتبر برج الكهرباء ده بعيد شوية. اتنين، واحد من ناحية واحد من ناحية. وبعد كده زي ما احنا شايفين برج الكهرباء ده اول ما يتدمر استعمل على طول قدرة الملك بتاعك، طبعا هتسرعه وطبعا تضرب الابراج دي، تستعمل تعويذة البرق في الحاجة انت تناسب ليك، دي حاجة ترجع لك انت. هو هجوم سهل جدا، هو يعتبر احنا بقالنا لسه يعتبر بقالنا اكتر من 40 ثانية، يعني هجوم سهل جدا. واستعملت تعويذة الملكة طبعا، ولو في اي حاجة في الهجوم اكتبوه، لو نجح معاكم اكتبوه، وشكرا ليكم وانتظروا جديد ان شاء الله.